أستاذ محمد، اليوم بعد مرور سنة كاملة على حكومة السيد السوداني، شنو اللي تشوفه قدمته من إنجازات للقطاع الزراعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولمشاهديكم. بالبدء أود أن أعقب على كلام الأخت الفاضلة حينما تقول كنا نصدر واليوم نستورد. لا، نحن نصدر ونستورد. أيضا حركة تجريف الأراضي الزراعية توقفت في ظل هذه الحكومة بعد صدور قرار ملزم ويقوم بتجريم من يقوم بتجريف الأراضي الزراعية، ولذلك اليوم نشوف يعني توقفت وإلى حد كبير عمليات تجريف الأراضي الزراعية والتجاوز عليها وتحويلها إلى أراضي سكنية، وهذا ما يحسب للحكومة الحالية ولوزارة الزراعة والوزارات الساندة. فيما يتعلق بمنجزات الحكومة خلال عام كامل، تحديدا الواقع الزراعي، وزارة الزراعة عده كثيرا وكثيرا الذي تحقق خلال هذه السنة، بدءا من إقرار الخطة الزراعية للموسم الشتوي الماضي واللي ضمنت توسيع في المساحات الداخلة في خطة الدعم الزراعي، بحيث أدخلنا فيها 4 ملايين دونم أراضي تعتمد على مياه الآبار، المياه الجوفية، وللأراضي اللي تستخدم طرق الري الحديثة، بحيث زادت المساحات حتى تجاوزت 8 مليون دونم. وهذا يعني إجا في وقت صعب، يعني استلام الوزارة واستلام الحكومة كان الموسم الزراعي الشتوي قد مضى عليه أكثر من 10 أيام، لذلك كان هنالك صعوبات وتحديات كبيرة. أيضا إقرار خطة دعم متكاملة بدءا من الأسمدة والبذور والمبيدات، بحيث زيلت الكميات، يعني بالنسبة للأسمدة زيل الدعم من 35% إلى 50% مع زيادة الكميات. يعني الحكومة السابقة كان تقدم 5 كيلوغرام لكل دونم، في ظل الحكومة الحالية وزارة الزراعة الحالية زيد الدعم إلى 40 كيلوغرام للدونم الواحد بالنسبة لسماد اليوريا و30 كيلوغرام بالنسبة لسماد الداب. وتعرفون أنتم أسعار الأسمدة ارتفعت بشكل كبير في الأسواق الدولية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية اللي أدت إلى زيادة أسعار الغذاء بشكل عام يعني بالمجمل. أيضا كان هناك دعم مقدم إلى البذور من 50% إلى 70%، المبيدات بشكل مجاني. الحمد لله الأمور صارت بشكل طيب، ووصلنا إلى نهاية الموسم وتمخضت عمليات الحصاد عن وصولنا إلى الاكتفاء الذاتي في أهم محصول استراتيجي على مستوى العالم، ألا هو محصول الحنطة والقمح. ممتاز. بمجموع إنتاج تجاوز 5,200,000 طن. طيب. لأول مرة في لربما في تاريخ العراق نوصل إلى هذا الرقم، وإذا ما حسبنا الظروف الصعبة التي رافقت هذا الموسم من شح مائي، متغيرات مناخية، نعده إنجاز قد تحقق نتيجة لإرادة كانت موجودة وتفاعل من قبل السيد دولة رئيس الوزراء، وأيضا تفاعل وزارات الساندة مع وزارة الزراعة، بحيث وصلنا إلى تحقيق هذا الرقم. نعم أستاذ محمد، إذا تقول أنه أكو دعم أسترسل أو عندي سؤال. نعم تفضل. يعني إذا تردين المنجزات بشكل كامل للكثير، لا احنا راح نتحدث عنها، راح نتحدث عنها واحد واحد. ايضا عندنا مشروع التحول، راح نتحدث بس يعني حتى اعقب على جمله انت قلتها، قلت انه اليوم اكو دعم حكومي على مستوى الاسمده على مستوى البذور، لكن خلينا واحنا بدنا نحكي عن انجاز حكومي تنفذ للقطاع الزراعي خلال عام كامل. يوم خلينا نكون واقعيين، المواطن العراقي يقول اذا اكو انجاز حكومي بدكم تحكون عنه، واذا اكو دعم من الحكومه للمزارعين بالبذور وبالاسمده، ليش كيلو الطماطم ب 2000 دينار؟ لا لا ست الفاضلة، هذا الرقم رقم 2000 دينار لمدة أسبوع أو أقل من أسبوع، يعني ما ناخذها على مدى موسم كامل. تعرفين أنت موسم الطماطة سلعة ومحصول أساسي على المائدة، مائدة الأسرة العراقية، ولا يمكن الاستغناء عنها لمدة، خليني أكمل. نعم. لمدة يوم واحد. تعرفين التجد مهم، ما حصل أنه في انتهاء الموسم المحلي لهذا المحصول تحدث أيام شحة، أيام، مجرد أيام، هي لم تتجاوز الأسبوع.
ايام شحه. في كل موسم احنا عندنا برنامج الرزام الزراعيه، هذا البرنامج يتكون من فرق فنيه متخصصه منتشره في اماكن بيع الجمله على مستوى بغداد وباقي المحافظات، يقوم بتقديم توصيات وتقارير يوميه عن اسعار البيع والشراء بالنسبه لاي محصول او سلعه زراعيه. في اي حاله تغيير بالسعر يتم عقد اجتماع في الوزاره، ثم ترفع التوصيات عن طريق السيد الوزير الدكتور عباس جبر المالكي الى المجلس الوزاري للاقتصاد الذي يعقد اسبوعيا كل يوم اثنين، اتخاذ القرار النهائي بفتح الحدود او غيره. بالنسبه لمحصول الطماطم، كنا نعرف ان هذه الايام ستكون ايام شحه لانتهاء الموسم المحلي في عدد من المحافظات، المحافظات الرئيسيه البصره، النجف الاشرف، كربلاء المقدسه. في هذه الايام جتنا وفود من المزارعين والفلاحين من محافظات الاقليم، تحديدا بنجوين والمناطق القريبه لها، وهذا في التوجه ايضا ايجابي حينما يستشعر الفلاح في هذه المناطق ان وزاره الزراعه الاتحاديه الوزاره الام وهي الراعيه له ولمصالحه. اكثر من وفد مع وجود عدد من اعضاء مجلس النواب عن هذه المناطق تعهدوا بان المحصول في هذه المناطق بنجوين وما يجاورها يكفي لسد حاجة السوق المحلية من محصول الطماطة، وقدموا الكثير من التعهدات. لذلك تم استثناء الطماطة، يعني احنا صدر قرار بفتح الحدود امام استيراد عدد من السلع الغذائية المحاصيل الزراعية ومنها الطماطم والبطاطا. تم استثناء محصول الطماطم بعد هذه الزيارات وهذه التعهدات، استثناء الطماطم من فتح الحدود للاستيراد، واتخذ هذا القرار على أن يراجع في حالة حدوث أي تغير أو عدم كفاية المحصول المحلي أو الإنتاج المحلي من هذا المحصول لسد حاجة السوق المحلية. لما شفنا الأسعار الصاعدة، يعني الوزير وعلى عجالة وعلى وجه السرعة، لأن تعرفين الاثنين يعني هذه التحركات صارت يوم الجمعة الماضي، يوم السبت بعد اتصالات هاتفية وتم عقد اجتماع عن طريق أجهزة الموبايل، تم اتخاذ قرار التصويت عليه بفتح الحدود امام استيراد محصول الطماطم. ومثل ما شاهدتوا قام السعر يتناقص بشكل تدريجي، يعني اليوم في بعض المناطق كيلو الطماطم 750 دينار او اقل من هذا السعر، والاسعار يعني اشوفها بدت تاخذ منحاها الطبيعي. يعني اي حاله تغير باي سعر لاي محصول زراعي يتم التعامل معاه على وجه السرعه، يعني مجرد ممتاز. ايام شوفون الأسعار عادت إلى وضعها الطبيعي. طيب أستاذ محمد، تحدثت عن اكتفاء ذاتي حقق العراق هاي السنة ببعض المحاصيل، من خلالك يا ريت نعرف شنو المحاصيل اللي حقق بها العراق هاي السنة اكتفاء ذاتي، وهل هذا الاكتفاء موسمي أم راح يكون على مدار السنة؟ لا أختي الفاضلة، احنا مو بس عندنا اكتفاء ذاتي، عندنا تصدير لباقي الدول، عندنا 6 محاصيل أو 7 تصدر إلى عدد من الدول المجاورة، منها الطماطم في موسم الذروة. احنا ماكو سنة كاملة، كل دول العالم، خلي تكون هاي المعلومة واضحة، في كل دول العالم لا يوجد سنة زراعية كاملة لأي محصول، يوجد محصول موسم ذروة وموسم شح، إلا في بعض البلدان المتقدمة حينما تكون الزراعة المغطاة قد وصلت إلى درجات بحيث تستطيع أن تغطي الحاجة المحلية في موسم الشح. موسم الذروة صرنا نصدر الحديد من المحاصيل الزراعية إلى عدد من البلدان ومنها بلدان الخليج، مثل الطماطم، البطاطا، الخيار، الرقي، البطيخ، التمور، حتى الأعلاف على اختلاف مسمياتها تصدر كميات كبيرة جدا منها إلى هذه الأسواق. وبالمناسبة المحاصيل الزراعية العراقية لها إقبال كبير من المستهلك في هذه الدول، حتى أن أسعار بيعها تختلف عن أسعار باقي المحاصيل المشابهة المماثلة لها، نتيجة لما تحتويها البضاعة العراقية من ذائقة، من طريقة استزراع لا زالت تبتعد عن استخدام المواد الكيميائية بكثرة، لذلك إقبال عليها كبير. يعني حتى مرة ذكرتها أنه بعض المستثمرين الزراعيين من تركيا جاءوا بمشروع استثمار أراضي زراعية لزراعة البطاطا العراقية،
وحين تم الاستفهام على اعتبار أن هذا المحصول يزرع بكثرة في تركيا، قالوا بأن المحصول العراقي له ذائقة تختلف عن باقي حتى محصولنا في تركيا، ولذلك حينما يستخدم حينما يباع هناك يباع بأسعار أعلى من المنتوج المحلي. هذا يحسب إلى الأرض، إلى طريقة الاستزراع، وبالتالي فإحنا نصدر الكثير من هذه المحاصيل إلى هذه الدول في موسم الذروة. نعم أستاذ، وعليها أقبال محمد كبير مثل ما ذكرت. نعم أستاذ محمد، مشكلة شحة المياه أن التحديات واحدة من المشاكل. نعم. اللي تأثر على القطاع الزراعي. احكي لنا عن مشروع استخدام المياه الجوفية للتعويض عن نقص المياه والخطط الموضوعة بهذا الجانب. يعني هو هذا مشروع الوزارة ومشروع الحكومة المستقبلي، وللأمانة أن هذا المشروع قد أخذ طريقه إلى التطبيق العملي بعد أن كان حبيس الكتب والمخاطبات في هذه الحكومة وفي هذه الوزارة. عدة خطوات لتحويل هذا المشروع، استخدام تقنيات الري الحديثة تحديدا للأراضي التي تستخدم المياه الجوفية. تعرفين أنت اليوم العراق يواجه أزمة شح مائي صعبة وقاسية، بحيث يعني وصل الخزين المائي العراقي، يعني احنا السنة الماضية كان الخزين المائي أكثر من 11 مليار، السنة لربما يكون أقل أو أكثر بقليل من نصف هذا الرقم، وبالتالي هاي سابقة لأول مرة تحدث في تاريخ العراق. لذلك حتى نديم استمرارية الواقع الزراعي لابد من خطوات على وجه السرعة لترشيد وتقنين استهلاك المياه، وبالتالي كان التحول نحو مشروع تقنيات الري الحديثة باستخدام المرشات الثابتة والمحورية. احنا الموسم الماضي تم استخدام 4 ملايين دونم أراضي تستخدم المياه الجوفية. المياه الجوفية ثروة وثروة غالية، الحمد لله العراق يمتلك كميات مهولة من عدها، لكن لا يمكن أن يصار إلى تبديد هذه الثروة بالاستخدام استخدام طرق الزراعة القديمة. نعم. تعرفين أنت اللي بيها صاحبها هدر كبير. لذلك كان هي عملية مترابطة، استخدام هذه الأراضي يجب أن يكون مقترنا باستخدام طرق الري الحديثة اللي هي المرشات الثابتة والمحورية. نعم. اليوم يعني تعرفين أنت ثقافة الفلاح والمزارع العراقي تقوم على أساس أنه إحنا بلد النهرين، يعني بلد دجلة والفرات ولطرق الري القديمة اللي متوارثة من آلاف السنين. لكن اليوم عندنا واقع جديد أنه العراق يعيش في ظل أزمة متغيرات مناخية أولا، اللي جعلت من عنده واحد من أكثر 5 بلدان في العالم تأثرا بها، وأيضا مشاكل مع دول الجوار تحديدا تركيا فيما يتعلق بتضمين حصصنا المائية في مياه نهري دجلة والفرات اللي وصلت بها اليوم تناقصت الإطلاقات حتى وصلت إلى أكثر بقليل من 210 متر مكعب في الثانية، بينما هي الحصة أكثر من 500 متر مكعب في الثانية. ولذلك كان علينا أن نتعامل مع هذه المعطيات الجديدة بما يحافظ قدر الإمكان على الواقع الزراعي واستمراريته وديمومته. وهي تحديات، يعني حينما نقول أننا استطعنا أن نصل في موسم الاستزراع الشتوي إلى الاكتفاء الذاتي، حينما أقول إنجاز فعلا إنجاز حينما نتعامل مع واقع الحال الموجود ونحقق هذه النتائج، فعلا هذا إنجاز لوزارة ولحكومة.